السلام عليكم. السلام عليكم. منين خونا؟ مصطفى من مين؟ الله يبارك واش راكم داخل اليوم؟ ترواس سويت علور. ترواس سويت؟ علور مجبورة. واش ماشي؟ ماشي 156. لاسيري تاعها؟ 14 156 الف ريال 156. واش فيها لاطور؟ ما فيها والو جديدة. ضيفة مجمولة نمشي ما فيهاش؟ والو. حتى لي روتوش فروا؟ والو. واش سمعتوا اليوم؟ باب ربي مزال هذا يدخل. اسكو السوق الأول هذا؟ السوق الأول إيه. قد عندك من اللي حطيتها فوندر؟ ما عنديش بزاف غادي نوي دخلتها السوق. عندك هي بزاف؟ عند ما عندها واحد شهرين هكذاك. واه عمر واش راك مدير سوما بيبري في راسك؟ لابد راك مدير سوما في راسك. عندها شهرين تسمى نقدر نقولوا تارو فوندر. اه لابد راك مدير سوما في راسك. واش راك مسلك واش راك؟ والله يا خويا واش راه نقول لك؟ طالبين ربي 300 300 دبر زاد. واش راك تشوف السوق اليوم يعني تستاهل 300؟ والله يا خويا واش راه نقول لك؟ السوق اليوم ورق كاين والو ما بيناش. راك تشوف مي سوما هبطت؟ اه طاح ناقص شويه. كاين حتى الجديد دبل زيرو راه هبط على سومته اللي شراوها. نحكي سوام واش راه يسوم؟ مانيش نحكي على البيع. البيع مازال ما هضرناش عليه. نحكي على السوق واش راه يقول. السوق واش راه يقول؟ اسكو السوق تاع اليوم تشوف فيه تستاهل 300 طوموبيل؟ لا طاح ماشي ما يستاهلش. قدا تستاهل قدا سوق اليوم قدا يعطيها؟ والله ما واش راح نقول لك. واش راك تشوف فيها تخرج اليوم؟ تخرج 300 ما تبيعش تحت 300؟ ما نبيعش. قولوا يعني 295 ولا كي طيح في شاري صحيح؟ لا هي سما تحت السوم هذيك ما تبيعش. ماكش مديسيدي تبيع؟ محال ما نبيعش. واش راك تشوف السوق اليوم قدا تستاهل؟ كل موضوعيه بكل حياديه. يعني انت لو جيت تشري اليوم كراك شاري وجيت تصادف مع هذه قد تعطيها؟ لوين قادر توصل معاه؟ نوصل معاه حتى 80 70. 80 ما تزيدهاش؟ ما تزيدهاش. عجبتني. عجبتني.